You have something to tell? I just wanted you to kind of like translate what I want to say to him. Mm, so can you tell him that? Okay, so it's very important that you understand how important this is to me. قلت لك لازمك تعرف قداش هذا مهم بالنسبة لي أنا طالب الشيء اللي باش تقوله لك يعني. Okay, شنو؟ Okay, so we talked about a prenuptial agreement, which is an agreement that says that if you divorce me, you can't take any of my money or my assets, like my house, but I can't get that right now. But there's another agreement called the postnuptial agreement, which means that he has to sign it after we get married. Will he be willing to sign that? It states the same thing, but we do it after the marriage. إذا أنت يعني طلبت طلاق منها لا تنجم ما عادش تنجم تاخذ فلوس منها ولا تاخذ الدار ولا حتى الصغار دونك حاجة بصحح على أنت هذي كتب الزيت قلت هيلي من قبل الحاجة هذي إيه شبيه معناتها واش تحب معناتها He said that he speak with you about this. إيه ما بقى هي تو شبيه تخاوم في الطليق يا أخي نجي نهار طلاق مش عليه. Why you think that Hamza he will divorce you? We don't know. He may get to America. He may find a different woman, you know? يعني ما نحبش الإنسان يخمم في طليق قبل ما يعرس. وإن الطليق عندي أنا حاجة خايبة برشا ضررت منه وبحكم راه أمي مطلقة. ما نحبش نعيش الفترة هذيك. It's not that I don't trust you. I have to protect my kids. So if he can't sign the paper, then I don't want to get married. قلت لك إذا ما صحتش في البابي ما نعرس. سامي. يا ليه هي تحب تعرس ما تعرس دبر راسها هي حرة يعني هي أنا من فازن خ مزمرة يعني تتصحى يا عجبك شيء أنا ماخذ ورقة ولا ماخذ مرأة. ما نعرفش انا وحده من الناس ما نحبش نقعد مع انسان ما عندوش ثقه فيا ما عرفش كيش في بلاستيك حمزه ما صح ما خليهاش تعمل لي ورق ما نصورش باش تخلي موضوع مهم لهالدرجه باش تحكي قبل بلي لا احساس خايب ما عجبنيش اللي قالته اذا تحب يعني انسان وتخاف على مشاعره كانت نجم تعبر بطريقه اخرى ما تجرحلوش مشاعره ما وردتش مليح الجانب اللي هي تحب على حمزة كعبد يعني كرجل